عارفين انا اكتر حاجه عجباني في الحلقتين دول مع الحصاد، عجبني كمان ان احنا بنعود لسنه 2022 تفاصيل حلقات لطيفه، بالذات في شهر رمضان المبارك كانت التفاصيل حلوه، طقوس رمضانيه جميله مش بس شفناها في مصر لكن شفناها في الاردن، في فلسطين، في العراق، كل الزملاء كانوا في اماكن كتير. انا كنت سعيده جدا مع فريقي ونزلنا في اماكن طبعا جميله في القاهره، وانت في حاله صيام والروحانيات والاماكن حقيقي كانت جميله، كان في تفاصيل حلوه تعالوا نرجع نتذكرها مع بعض ونشوفها، وخليني أروح لزميلي سلام. صحيح، الخير في الوطن العربي كمان كبير جدا، ويمكن هذا الشيء مش موجود في أي مكان في العالم غير عنا في عالمنا العربي، من هالتكافل والتكامل اللي بيظهر في شهر رمضان الكريم. صحيح يا سلام. أيضا مشاهدينا، 2022 كانت القاهرة الحبيبة أيضا عاصمة للثقافة الإسلامية، ولذلك سلطنا الضوء في حلقة من حلقات رمضان على التراث الإسلامي وعلى الفنون الإسلامية، وتلك الحلقات التي شاهدناها من القاهرة في رمضان شاهدنا بها أماكن إسلامية في غاية الروعة والجمال، وكان الاحتفاء الأساسي خلال هذه الحلقة هو اختيار بيت للكل من حلقة من حلقات رمضان في القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2022، عادات وتقاليد رمضانية. احنا موجودين في القلعة حيث التاريخ، كلمني الأول عن يعني المكان اللي أنا بصور فيه دلوقتي فين؟ احنا في قلعة صلاح الدين الأيوبي أو قلعة الجبل أو قلعة مصر، أكبر قلاع العالم الإسلامي، أمر بتأسيسها يوسف بن أيوب بن شاذ بن مروان المتعرف عليه صلاح الدين الأيوبي سنة 1176 ل 1183، وهي فترة إقامة الأسوار الخارجية للقلعة. في كمان حاجات اجتماعيه لطيفه جدا موجوده في القلعه زي مدفع رمضان. المدفع الناس كانت بتنتظره في القاهره سنوات ويسمعوا المدفع، طبعا الاعداد كانت اقل والناس كانت بتسمع المدفع فعلا. السلطان خوشقدم حب يجرب المدفع اللي هو جاي من المانيا طبعا، فجت وقت تجربه المدفع وقت ميعاد الغروب. تمام. فخرجت قذيفه من المدفع، فاعتقد الشعب طبعا ان دي اشاره او بدعه حسنه من السلطان للإفطار رمضان، ومن هنا اتخذت كعادة في الدول العربية، ومنها برضو ماليزيا استغلتها كعادة للشعب المصري، من الشعب المصري كميعاد للإفطار. اليوم رح نروح جولة في تكية أم علي مع مدير عام تكية أم علي السيد سامر بلقر، لحتى نشوف مع بعض كيف أجواء موائد الرحمن بتكون خلال هذا الشهر الفضيل. من أمام موائد الرحمن مع عطوفة السيد سامر بلقر مدير عام تكية أم علي، برحب فيك وأهلا وسهلا فيك. رمضان كريم فيك. أكيد كل عام بخير، رمضان كريم علينا وعليك وعلى جميع المشاهدين، إن شاء الله خير وبركة بهاي الأجواء، رحمات الرحمن إن شاء الله. أكيد زكاتك بتوصل لكل الأردن شعار حملتكم، خلينا نحكي بداية عن هاي الحملة تزامنا مع هذا الشهر الفضيل. وبتعرفي في ناس كثير من المزكين اللي يعني بيكون الحول عندهم ببداية عادة بيكون بشهر رمضان، فهو تذكير أنه إحنا موجودين نستقبل أموال الزكاة. تراث وجزء من عادات تمسكت فيها مدينة القدس لتأكد على عربيتها، هو المسحراتي بأدواته بنتظروا الكبار والصغار ليسمعوه. يا نايم وحد الله. شهر رمضان موسم روحاني له طقوسه المزدانة بكل هذا البهاء المفعم بالطمأنينة والوقار، ومن بين شعائره القيمية المسحراتي الذي يضفي على الشهر الفضيل واحدة من بين جماليات كثيرة. ورغم تلاشي المسحراتي من المشهد الرمضاني، لكن هنا في القدس لا زال مواظباً على الحضور. يا نايم وحد الله. من أكثر من 120 عام من على هالتلة وبين شواهد القبور انحفر صورة وذكرى مدفع رمضان جيل ورا جيل.
نتعرف أكثر على مدفع رمضان معك أستاذ رجائي صندوقة، وأنت كنت من المحافظين على هذا الإرث اللي أصبح يعني يدخل كل بيت في القدس. حدثنا كيف كانت البداية؟ بداية المدفع بصراحة هي كانت من زمن المماليك، كان في سلطان اسمه خاشقجي في القاهرة، أجاله مدفع من زنيق هدية وحبوا ليجربوا هذا المدفع، فطلعوا خارج أسوار المدينة ليجربوه، والصدفة كان وقتها رمضان، فالناس تفاجأت بصوت المدفع أنه كل أهل المدينة سمعوه، وراح يسألوا السلطان شو هذا الصوت، فكروا أنه يعني مفاجأة منهم للشعب. ومن هون اجت فكره ان الصوت واحد ممكن يسمعون كل اهل المدينه، لانه زمان ما كان في مكبرات صوت وما كان فيها هاي الاشياء. صحيح. دائما المداح يتواجد في شهر رمضان المبارك وفي المناسبات الدينيه، شلون هذا الموروث اخذته وعن منو بالبيت كان قبلك مداح وهذا الصوت الجميل منين امتلكته؟ والله اخي العزيز، احنا هذا المولود ترثناه من ابائنا واجدادنا بالتكايه، زين التكايه المعروفه يعني على مستوى العراق، زين. فبشهر رمضان تختلف الامور، زين، اجواء رمضانيه، وهي بالتكايه بالأئمة نقرا المحافل الدينيه بالمحافل الدينيه. خلينا نسمع شيء بالبدايه، شو نسمع من عندك، تواشيح او مدح؟ لولا الجناح مني كسير، لولا لولا الجناح مني كسير لكنت بالحال للحجاز يطير. يا سلام. فيقيني بمحمد فيقيني بمحمد جبر كسرين، فكل كسرين بمحمد مجبور. الله الله، طيب الله انفاسك على هذا الصوت الشجي بالمدح النبوي.